مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ أنا بدي رحب فيكن بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي. مثل ما بتعرفوا هيدا حصة الرياضيات ماثماتيكس. أنا شمس بعلمكن هيدا المادة، وأكيد مثل ما صرتوا تعرفوا هي مادة مهمة كتير لإلنا، لازم نعرفها ونتعلمها. ورح تتذكروا الدروس اللي عم نتعلمها بحياتكم اليومية، انتو عم تشتروا غراض، انتو عم بتعدوا، يمكن انتو عم تقولوا عمركم، او انتو عم تلعبوا، رح تعوزوا كتير اشياء من يلي نحنا تعلمناهن. واكيد هيدي المادة كمان بتعلمنا انه نفكر بشكل منطقي وصحيح. كرمل هيك بدي اذكركم انه تحضروا دفتركم والقلم وتكتبوا كل الاشياء اللي رح نتعلمها مع بعض بخط حلو على الدفتر لحتى دايما ترجعوا له. بدي اخبركم شوي عن درسنا لليوم قبل ما نبدا بالتمارين. اذا انا بدي اعمل كنزة من صوف، طلبت من التيتا تعمل لي كنزة من صوف، وقالت لي التيتا انه هي لحتى تعملها بحاجة لأزرار buttons. لازم جيب ثلاث أزرار لون أحمر، 3 red buttons، ولازم جيب 5 لون أزرق، 5 blue buttons، ولازم جيب 4 لونهم مثل الخشب، 4 wooden buttons، مصنوعين من خشب. يعني كم زر لازم جيب كلهم مع بعض؟ قديش التيتا عم تطلب مني انه جيب كم زر؟ 3 لون احمر، 3 red buttons، 5 blue buttons، 5 لون ازرق، and 4 wooden buttons، 4 باللون الخشبي. يعني كلهم مع بعض. خليني قلكن كيف منعمل. نحن عادة لحتى نعمل هيدا المعادلة منكتب الأرقام اللي عنا ياهن. عندي أول شيء 3 red buttons، بدي زيد عليهم، لأنه بدي زيد عليهم بحط plus sign addition sign. زدت عليهم، قديش عندي blue؟ 5 blue buttons، يعني 3 plus 5. كمان بدي زيد عليهم 4 يلي هن باللون الخشبي، plus 4. يمكن هيدا جديد عليكم انه نحنا نقدر نجمع 3 ارقام مع بعض، to add 3 numbers. هيدا هو رح يكون درسنا لليوم، رح علمكم كيف الطريقة لحتى نجمعهم مع بعض 3 ارقام. خليكن منتبهين معنا وخلينا نروح سوا لأول فقرة بحصتنا. Addition is to add numbers. Addition is to put numbers together. Addition is to add numbers. Addition is to find the sum. How many in all? How many in all? The answer is the sum. Addition is to add numbers. Addition is to put numbers together. Addition is to add numbers. Addition is to find the sum. وهلا رح نبدا سوا بالتمارين، واول تمرين رح نشوفه سوا على اللوح. من خلاله رح فسر لكم كيف بنعمل addition ل 3 numbers. السؤال هو write the sum by regrouping. هيدي كلمة جديدة عليكم، regrouping، يعني لما يكون عندي 3 ارقام بدي اعمل قسمهم لمجموعتين لأقدر اجمعهم. يعني هيك 3 plus 2 plus 1 مثلا. كيف بدي اعمل 3 plus 2 plus 1؟
لحتى اقدر حلها لهيدي المعادله الحسابيه للايكويشن لازم اعمل ريجروبينج، يعني مجموعه بقلب كلها مجموعه، بحط 3 بلس 2 بجروب لحالهم بلس 1، برجع شو بعمل؟ بحل 3 بلس 2 لحالها، بعملها 3 بلس 2 بتطلع 1 2 3 4 5، يعني 5 عملت لهم ريجروبينج جمعتهم مع بعض بلس 1، هيك صارت كتير سهلة علي هيدي المعادلة. 5 بلس 1 6، بيطلع الجواب هون 6. شفتوا كيف؟ يعني لازم اجمع اول اثنين لحالهم برجع بزيد الرقم الثالث عليهم، بنسميها ريجروبينج. رح اعطيكم مثال ثاني. 4 بلس 2 بلس 1، لحتى اقدر حلها لازم اعمل ريجروبينج. بحط 4 بلس 2 بجمعها لحالها اول شيء، برجع بزيد عليهم على السم يلي بتطلع لي هون، بزيد عليها 1. 4 بلس 2 4 5 6 بلس 1 6 7، بيطلع الجواب عندي 7. وهلا رح نشوف امثله ثانيه هونيك مع بعض على الورقه كمان تشبه هيدي الايكويشنز اللي عملناه هون بنفس الطريقه، طريقه الريجروبينج، يعني لما نجمع اول رقمين مع بعض بنلاقي السم. تذكروا انه السم هي المجموع لما نزيد رقم على رقم تاني، بس نلاقي السم تبع اول وحده بنزيد عليها التاني. هول الاثنين انا حليتهم قبل شوي على اللوح، رح تابع مع ثالث وحده وهون معمول ريجروبينج لل1 وال3 مع بعض، انا بدي اكملها. يعني هي 1 بلس 3 بلس 5 ايكوالز، تنشوف بعمل 1 بلس 3 لحالهم، بحط 3 in my hand 1 on my finger 3 4 plus بزيد عليها ال 5، بحط 5 6 7 8 9، يعني الجواب هو 9. اوكي عملنا regrouping. next example 2 plus 1 plus 5، بعمل regrouping لهول الاثنين، 2 plus 1 بيعطيني 3، بزيد عليهم ال 5 5 6 7 8، بيطلع الجواب عندي 8. شفتوا كيف بنسميها regrouping؟ يعني بجمع اول مجموعة لحالها بس لاقي السم بزيد عليهم الرقم الثالث. 6 plus 2 6 plus 2 6 7 8، بزيد عليها بلس 1 8 9، بيطلع الجواب 9. سهلة كتير اذا منطبق الريجروبينج على بقية الامثلة. 1 بلس 3 بلس 2، بعمل 1 بلس 3 لحالة بلاقي السم، يعني بتطلع 4، حط حدا بلس 2 4 6 7 4 عفوا 5 6، بيطلع الجواب 6. 4 بحطها براسي كمل 5 6، بزيد عليها 2 بتطلع الجواب النهائي 6 6 plus 1 plus 2، كمان بعمل regrouping 6 plus 1 هي 7، لقيت السم بزيد عليها 2 plus 2 7 plus 2 7 8 9، بيطلع الجواب 2 plus 3 plus 9، بعمل 2 plus 3 لحالهم، 2 plus 3 بيطلع لي 5 3 4 5، بزيد عليها I add 9، بحط الرقم الأكبر براسي والبقيين على أصابيع 9 10 11 12 13 14، الجواب هون بيطلع 14. لكن منسميها regrouping. عم ضل نذكركن انه هيدا هو الدرس اللي عم نتعلمه، هاي هي الكلمة اللي كتير مهم انه نعرفها regrouping، يعني لما نجمع
رقمين أول شيء لحالهم، نرجع منزيد عليهم الرقم الثالث. 7 plus 1 بيعطيني 8 plus 2 8 9 10، بيطلع الجواب 10. 8 plus 2 plus 3 بعمل 8 plus 2 لحالهم بيطلع عندي 10 plus 3 بيطلع عندي 10 11 12 13. 6 plus 2 plus 5 بعمل 6 plus 2 لحالهم بلاقي السم بيطلع 8 plus 5، بحط 8 براسي 5 on my fingers 8 9 10 11 12 13 بيطلع الجواب 13. رح اعمل بعد مثلين اذا بدكم تكتبون عندكم 5 plus 2 plus 5 بعمل 5 plus 2 بيطلع 7 plus 5 7 8 9 10 11 12 بيطلع الجواب 12. 8 plus 3 plus 5 بعمل 8 plus 3 لحالهم 8 9 10 11 plus 5، بحط 11 براسي 5 on my fingers 11 12 13 14 15 16، بيطلع الجواب 16. اكيد في عنا كتير امثلة تانية وفيكن انتو كمان تحطوا امثلة من عندكن، بس انتو هلأ بديكن تكملوا تتدربوا عليهم وتطبقوا regrouping idea to add three numbers. نحن عم نعمل addition، تتذكروا الaddition يعني اسلوب الجمع، to add three numbers تنضيف ثلاث ارقام على بعضهم. كنا نعملها قبل برقمين واليوم صرنا عم نعملها بثلاث ارقام وتعلمنا طريقة regrouping. اكيد رح يكون في عنا تمارين تانية، انتروني بالفقرة اللي جاية. وهلأ رح نتابع التمارين مع بعض على اللوح. رح أقري لكم أول سؤال. هاي المسألة الحسابية بتقول إنه ريما has an aquarium. ريما في عندها أكواريوم. عرفت الأكواريوم هو يلي منحطه بالبيت، منحط فيه مي، منعيش فيه، منربي فيه الحيوانات اللي بتعيش بس بالمي، مثل السمك، مثل مثلا السلحفات المائية وكتير اشياء تانية صغيرة. اوكي، منسميه اكواريوم. ريما كان عندها هيدا الاكواريوم، كان في بقلبه 5 red fish، 5 سمكات لونهم احمر، 2 blue fish، سمكتين لونهم ازرق، and 3 turtles، 3 سلاحف، سلحفات المائية، عرفتوها؟ كان عندها 3 منهم. السؤال هو how many animals does she have in all؟ سؤال هو كم حيوان عندها كمجموع كلهم سوا؟ مش عم بيسألولنا كم سمكة كم سلحفات، لأن هن قالولنا عدد السلاحف وعدد السمك الأحمر وعدد السمك الأزرق، بس عم يسألونا كم حيوان كلهم مع بعض عندها بقلب الأكواريوم. أكيد صرتوا تعرفوا الطريقة. أول رقم عنا إياه هو 5 red fish، بكتب انه هي عندها 5 هون 5، بحط الرقم، بعدين لانه بدي زيد عليه ارقام تانية بحط البلس ساين 5 بلس، عندي 2 blue fish يعني بدي زيد كمان 2، بعد بدي زيد رقم كرمال هيك بحط البلس ساين مرة تانية 3 turtles، بكتب 3 وبتطلع عندي هيدي المعادلة الحسابية، هيدي الإيكويشنز، الإيكويشن يلي هي فيها 5 plus 2 plus 3 equals. شو بنعمل؟ تتذكروا regrouping، بجمع أول اثنين مع بعض برجع بزيد عليهم الرقم الثالث، بلاقي السم برجع بزيد عليهم 3. 5 plus 2 5 6 7 بلس، بزيد عليهم 3 بيطلع 7 8 9 10، بيطلع الجواب 10. لازم اكتب، ترد على هيدا السؤال لازم اكتب ريما
has يعني لديها 10 animals 10 حيوانات in all. تتذكروا كلمة in all زمان تعلمناها يعني المجموع in all. جوابنا هن سألونا how many animals does she have in all؟ كم حيوان كلهم مع بعض عندها؟ فجوابنا ريما has 10 animals in all. كمان مثال آخر، رامي bought، رامي اشترى 1 black jacket، جاكيت لون أسود، 4 pants، 4 بنطلون، 6 shirts، 6 قميص قمصان. How many items did he buy in all؟ كم قطعة اشترى كلهم مع بعض كمجموع؟ نفس الشيء بدي احط الأرقام عندي. اشترى أول شيء 1 black jacket بكتب 1، بدي زيد عليها أرقام تانية بحط plus. 4 pants يعني 4 قطع، كمان بدي زيد عليهم بعد بكتب بلس مرة تاني. 6 shirts يساوي equals 1 plus 4 plus 6 equals. شو بعمل؟ تعرفوا شو؟ فيني مثل ما اتفقنا اجمع هولي، واكيد بعدين رح نرجع نتعلم طرق تانية للريجروبينج، بس هلا انتو صرتوا تعرفوا هاي الطريقة. بعمل 1 plus 4 بيعطيني 5 plus 6، بحط 6 in my head 5 on my finger 6 7 8 9 10 11، بيطلع الجواب 11. بكتب رامي bought 11 items in all. وهيك بكون جاوبت على السؤال. اكتبوا هيدول التمارين عندكم وخليكم متابعين معنا لنروح سوا لآخر فقرة بحصتنا. Let's throw the dice and add numbers. 6 plus 6 plus 6 equals 6 plus 6 plus 6 equals 12 plus 6 equals 18. 2 plus 1 plus 3 equals 2 plus 1 plus 3 equals 3 plus 3 equals 6. 5 plus 4 plus 3 equals 5 plus 4 plus 3 equals 9 plus 3 equals 12. وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا. رح أعلمكن لعبة حلوة فيكن أنتو تعملوها أنتو ورفقاتكن لحتى تطبقوا درسنا اللي تعلمناه بخلال حصتنا. أول شيء أنتو بحاجة لزهر، أكيد هيدا الزهر أنا عملته، فيكن أنتو تعملوا مثله، تعملوا هيك مثل مكعب كيوب وبتحطوا عليه الأرقام، وفيكن تجيبوا واحد إذا كان عندكن واحد صغير كمان ما بيأثر. اللي رح أعمله هو إنه رح كب الزهر ورح يطلع لي هون أرقام، وكل رقم بيطلع لي رح أكتبه هون لأعرف شو هن الأرقام اللي بدي زيدهم مع بعض. يعني طلع لي 1 بكتب هون 1 plus، طلع لي 5 بكتب 5، بعد بدي رقم كمان 5 تانية بكتب هون 5. ساعتها بعمل regrouping 1 plus 5 بيعطيني 6، 6 plus 5 بيعطيني 6 7 8 9 10 11، بيطلع الجواب
11. اوكي رح ارجع عيد مرة تانية. كب الزهر طلع لي 6. بكتب هون 6. كبه مرة تانية طلع لي 1. كبه طلع لي 2. بعمل 6 plus 1 regrouping بيطلع لي 7. 7 plus 2 7 8 9 بيطلع الجواب عندي 9. اوكي هين كتير هاللعبة. كمان مرة طلع لي 6. بكتب 6. كمان طلع لي 1. رح يطلع لي نفس الشيء مثل قبل. كمان طلع لي 2. طلع لي نفس الايكويشن مثل قبل شوي، يعني من دون ما اجمعها رح اكتب الجواب 9. بس انتم فيكم ضلكم تجربوا تيطلع لكم غير ارقام. مثلا ها طلع لي 4. بكتب 4. برجع كمان 1 5. 4 plus 1 بيعطيني 5. 5 plus 5 بيعطيني 10. وهيك عرفت الجواب. كمان مرة 3 6 2 6 و 3 6 7 8 9 9 plus 2 9 10 11. بيطلع الجواب عندي هون 11. وهيك فيكن تكملوا تكتبوا الأرقام اللي عم يطلعوا لكم لما تكبوا الزهر وتعملوا المعادلات الحسابية مثل ما تعلمنا باي ريجروبينج. وهلأ يا أصدقائي حصتنا قربت أنه تنتهي، تذكروا كل شيء تعلمناه. وهلأ رح ودعكم ورح أرجع ألتقي فيكم بحصة جديدة. انتروني. باي. Three hundred fifty-eight is the standard form. How much is each of these digits worth? The 3 is in the hundreds place. The 5 is in the tens place. And the 8 is in the ones place. This is the expanded form. 300 plus 50 plus 8 equals 358. Taking a number and pulling out all of its digits is to make the expanded form.